مرحبا بكم يا جماعة في البرزنتيشن التعريفي لبرنامج Electrical Energy Engineering هندسة الطاقة الكهربية تريبل اي لسنة 2020. احنا بنعمل ايه؟ Electrical Engineers بيعملوا ايه؟ اولا develop design or update specification and design for electrical systems and equipment، كل الأجهزة الكهربائية والنظم الكهربائية المختلفة شغلتنا ان احنا نطورها نصممها نعمل لها المواصفات وهكذا. طبعا توليد وتوزيع وإدارة الكهرباء كلها وتصميم الطرق لهذا الكلام شغلتنا. النظم الصناعية المختلفة الاوتوميتد والكمبيوترايزد شغلتنا ان احنا نعمل لها ديزاين. شغلتنا ان احنا نحسب التكلفة والماتيريال لكل هذه المشروعات الكهربية. شغلتنا ان احنا نشرف على الانستاليشن والمينتننس لكل هذه السيستمز. ده اللي بيعمله مهندس. طب ليه الهندسة الكهربية؟ ليه ممكن تبقى عايز تبقى مهندس كهرباء؟ عرفت بيعمل ايه، بس ليه اليومين دول ممكن تبقى عايز تبقى مهندس كهرباء؟ اليومين دول لان احنا في ترانزيشن عالمي بقالنا اكتر من 20 سنة في اتجاه الرينيوبل والسستينبل فورمز اوف انرجي، في مجال واسع جدا لفرص كبيرة جدا في مجال الطاقة الكهربائية النظيفة. كل يوم بتبقى فيه فرص عمل جديدة في السولار انرجي، في الويند انرجي، في الالكتريك كارز وهكذا. تمام. ثانيا في شغل كتير جدا في نتيجة ان عندنا ترند عالمي في اننا نعمل الكتريكال ابليكيشنز جديدة تكون مفيدة للجرين ايكونومي وتكون فيها انرجي سيفنج اكتر. ده شغل تاني. الماركت عندنا في مصر يا دوبك بنقول بنبتدي في موضوع رينيوبل انرجي في الويند وفي السولار زي ما شفنا، ولسه في ديماند واسع وفي شغل كتير قوي فيها. وكذلك الاندستريال اوتوميشن عمالين نبني في مصانع والمصانع محتاجة مهندسين كهرباء في الاوتوميشن وفي غير الاوتوميشن. فالمجال واسع جدا والفرص كتيرة جدا في المرحلة الراهنة سواء داخل مصر او خارج مصر. او زي ما شايفين بالنسبة للرينيوبل انرجي مثلا هتلاقي ان انا الامبلويمنت كان في 2015 خلقت الرينيوبل انرجي اكتر من 8 مليون وظيفة. تمام. يعني وطبعا واضح ان البي في والبايو فيول والويند هم المتصدرين والسولار هيتنج وكذا، كل دي 8 مليون وظيفة جديدة في 2015 خلقهم سوق الرينيوبل انرجي في العالم. وبالمثل هنلاقي بقى على سكيل اصغر طبعا في مصر وخصوصا في السنتين ثلاثة الاخرين مع المشروعات الجديدة في بنبان للطاقة الشمسية وفي راس غارب وغيرها وجبل الزيت والويند وغيرها طبعا في التطبيقات المنزلية والصناعية. لو بصينا على البرنامج بتاعنا هنلاقي ان احنا في تطور مستمر. احنا بدأنا في فول 2013، خرجنا اول مجموعة صغيرة 5 طلاب 2016، ومن ساعتها متوسط الخريجين عندنا حوالي 30 خريج في السنة. عندنا 102 خريج حاليا لغاية السنة اللي فاتت، وعندنا 216 طالب في كل الليفلز في السنة الدراسية الحالية 2019-2020. فين طب الخريجين دول راحوا فين؟ لما عملنا سيرفي كده للخريجين بتوعنا لقينا ان احنا اولا 100% من خريجينا اشتغلوا في اول 6 شهور بعد التخرج، و 81% تقريبا منهم كانت اول شغلانة اشتغلوها كانت في المجال. يعني اكتر من 80% اشتغلوا في المجال بتاعنا، ودي حاجة ما مش موجودة في تخصصات أخرى اللي بيضطر فيها بعض الخريجين إن هم يشتغلوا في شغلانات أخرى في أول مرحلة لحد ما يلاقي شغلانة في المجال. لا، الشغل موجود بالنسبة للمجال بتاعنا وموجود بسرعة. طيب موجودين فين؟
اكتر من 50% من خريجينا لحد ديسمبر 2019 لما عملنا اخر سيرفي وشفنا خريجينا موجودين فين، شغالين في الكتريكال ديزاين والاوتوميشن اللي هو شغلنا الاساسي، اننا بنعمل ديزاين للمشروعات الكهربائيه سواء في الصناعه او في حاجات المختلفه. 10% شغالين سوفت وير، اكتر من 10% 12% تقريبا شغالين سوفت وير انجينير. وده المهم في برنامج زي عندنا، ان انت السبيكترم بتاعك واسع. السبيكترم واسع ازاي؟ ان احنا بناخد مواد من الكمبيوتر انجينير، فانت عندك باك جراوند كويسه في السوفت وير، فانت لو مش غاوي قوي موضوع الانرجي والديزاين وقررت ان انت بعد سنه او سنتين او بعد حتى ما تتخرج ان انت تشفت الكارير بتاعك في اتجاه السوفت وير والبروجرامنج والامبيدد سيستم والكلام ده، هتعرف تعمل ده بسهوله لان انت خدت الباك جراوند كويسه جدا في الكمبيوتر انجينيرنج والسوفت وير من خلال الكورسات بتاعتك. وده اللي اهل مجموعه مش قليله من الخريجين بتوعنا ان هم يعملوا الشيفت ده ويشتغلوا في شركات مشهوره زي فاليو وغيره. طبعا في مجموعه بتشتغل تيتشنج اسيستنت سواء عندنا في البرنامج او في كليات وكليات اخرى. في ناس بتشغالين حاليا في دراسات عليا سواء في داخل مصر او خارج مصر، وفي كذا حد خارج مصر وفي النرويج وفي بريطانيا وفي فرنسا من الطلبه بتوعنا راحوا يكملوا دراساتهم العليا في بلاد تانية. طبعا في ناس لسه في الجيش، في ناس اشتغلت في الرينيوبل بس حوالي 5%، وفي 5% او اقل شوية تانيين اللي هم لسه بيدوروا على شغل. تمام. او طبعا هتقولي مش هتقولتوا من شوية 100% اشتغلوا؟ 100% ممكن دلوقتي في اللحظة اللي احنا عملنا فيها السيرفي كان في مجموعة منهم ثابت شغل ولسه هتلاقي شغل تاني. ابلكيشنز زي ما قلنا واسعه جدا، باور الكترونكس اللي هي التحكم في الباور ابلكيشنز عن طريق الكترونكس مجال واسع جدا، الويند انرجي مجال واسع جدا، البي في مجال واسع، الكتريك فيكلز، المجلف، المونوريلز اللي شغاله بالماجنتيك فيلد، كل دي ابلكيشنز ليه. باور سيستم كلها، الاندستريال اوتوميشن، ترانسفورمرز ديزاين، انرجي افشنسي، كل دي مجالات للتريبل اي من الحاجات اللي هندرسها في المناهج بتاعتنا. كل ده هيتغطى في الكورسات اللي انت هتدرسها. وده مش كل حاجة، ده بعض الحاجات اللي هتتغطى في الكورسات. فانت هتتخرج عندك باك جراوند واسعة جدا عن الكهرباء، عن الاوتوميشن، عن الالكترونيكس، وعن السوفت وير والبروجرامينج. فالمجال الواسع ده بيخليك انت بعد كده لما تختار الكارير بتاعك هتبقى عندك فليكسيبيليتي، انت مش حتة ضيقة، انت بتاخد تخصص واسع كهرباء. تمام. وده اللي هيميزك عن بقية الحاجات المتخصصة اكتر، واللي ممكن تضيق المجال بتاعك في حتة صغيرة. هندرس مع بعض وهنركز في الكورسات بتاعتنا على الابليكيشنز الجديدة زي رينيوبل انرجي والمايكرو جريد والسمارت جريد. فانا عندي الكلاسيكال باور سيستم، طبعا هندرس الكلاسيكال والتصميمات بتاعته والبيزكس بتاعته، بس هندرس كمان السمارت جريد اللي هي بقت الابلكيشنز الجديدة كلها دلوقتي، والترانزيشن اللي حاصل ولازم يحصل في كل الشبكات المحلية عندنا وفي العالم من شبكة تقليدية الى شبكة سمارت جريد بالشكل ده، وماذا والتحول ده هيفتح شغل كتير جدا، من اول السمارت ميترز اللي لازم تركب في كل البيوت للبي في اللي ممكن تبقى في البيوت عشان نوفر عشان الناس تنتج كهرباء في بيوتها على الاسطح وغيره، للرينيوبل انرجي ستيشنز، للنوفل ترانسميشن وديستريبيوشن سيستمز، للانرجي افشنسي في البيزنس وهكذا.
ديماند مانجمنت بروس، كل دي فرص عمل بتتفتح كل يوم في الانتقال اللي احنا بنعمله في كل، مش بس عندنا، في كل البلاد، من الجريد التقليديه للسمارت جريد. طبعا المشروعات اللي بيعملها الطلبه بتاعتنا بتعكس هذا الكلام. مثلا احد المشروعات اللي اتعملت في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا هو الاي بايك، اللي هي عباره عن عجلة بس فيها بتشحن بالطاقة الشمسية، و ممكن نشحنها من الكهرباء ونشحنها بالطاقة الشمسية. ووصلنا وصل الطلبة بتوعنا من هذا المشروع إلى موديل كامل وبروتوتايب اتعمل عمليا وبلو كوست عشان يقدر نطبقه في السوق المصري. المشروع التاني الوايرلس باور ترانسميتر، ان احنا وانت ماشي بالعربية عايزينك تشحن العربية تتشحن، فده يتم ازاي؟ عن طريق الوايرلس تشارجنج او الوايرلس باور ترانسفير. وده برضو احد المشروعات، طبعا ما اتعملتش في عربية، اتعملت على سكيل اصغر شوية، وده شغل كتير جدا في موضوع الوايرلس تشارجنج سواء للعربيات او حتى لأي ابليكيشنز صغيرة. هايدرو هايبريد مايكرو جريد اوبريشن اند كنترول فور تيليكوميونيكيشن، ده احد المشروعات اللي اتعملت، ان احنا ازاي نحافظ على الباور سبلاي للتليكوميونيكيشن سايت ونستخدم رينيوبل انرجي في تشغيله. وده كان من الحاجات اللي اتعملت بالتعاون مع شركة فودافون. السمارت جرين هوسبيتال، ازاي نصمم الكهرباء الشبكات الكهربائية بتاعت مستشفى متكامل كله بحيث انها تبقى سمارت وتبقى جرين، جرين بمعنى انها انرجي سيف. ده التصميم اتعمل في احد المشروعات عندنا. انرجي اناليسيس اند مانجمنت، ان انا ازاي اعمل اوتوميشن، تمام، ليه؟ عندي مصنع، عندي داتا كتير جدا، تمام، المفروض ان انا هاخد هذه الداتا واعمل لها ستورج واعمل لها صورة من أسئلة ايه الترانزاكشنز، ان انا اشوف ايه اللي بيحصل وايه اللي اعمل ما يسمى بالداتا اكوزيشن سيستم، ان انا اعمل مونيتورنج لكل البروسيسز اللي بتحصل عندي في المصنع او في الورشة او في غيره، واعمل سيفنج او اعمل ستورج لهذه الداتا، يعني مونيتورنج اند ستورنج للداتا. ده كان احد الايه المشروع برضو. طبعا السمارت جريد والابلكيشنز بتاعتها اتعمل عليها مشروع. انستليشن، مختلفه تطبيقات، اللي ان انا اعمل تصميم كهربي لفندق بكل مكوناته، والفاير الارم والتكييف وغيره والاضاءه الى اخره. الروبوتس، تطبيقات الروبوتس اتعمل عندنا مشروع ومستكمل هذا العام كمان بيكملوا فيه، ان انا يبقى عندي ما يسمى بالدلتا روبوت اللي بيستخدم في العمليات الصناعية، ان هو بياخد حاجات من السير ويوديها لاماكن وهكذا. كل دي مشروعات اتعملت عندنا. السولار بارابوليك تراف اللي بنستخدمه في التسخين بتاع المية او نستخدمه في محطات الكهرباء، ازاي اعمل له ديزاين وازاي اتحكم فيه، اتعمل برضو في السنة اللي فاتت المشروع ده. مشروع اللي انا اعمل ديزاين لمجموعة من الصوامع اللي مصممة لتخزين القمح او غيره من الحبوب، وان اعمل لها تحكم بالبي ال سي، ده برضو مشروع اتعمل عندنا. وهكذا، دي كلها باك جراوند كانت سريعه كده عن البرنامج بتاعنا. لمزيد من المعلومات دي الكونتاكتس بتاع الكوردينيتورز، انا اخر اسم اللي هو دكتور تامر عبده، ده الايميل بتاعي، بالاضافه الى طبعا دكتور محمد صقر ودكتور محمد شوقي سعد المنسقين بتوع البرنامج. لمزيد من المعلومات ممكن طبعا تبعتوا لنا وتتواصلوا معنا. شكرا جزيلا.